السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأكارم أينما كنتم، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الثقافية الجديدة من برنامج مرافق. مشاهدينا الأعزاء، قبل أن أبدأ مباشرة في حلقتنا لهذه الليلة وأفصح عن ضيفي، لا بد أن نعرج على ذكر أخبار حزينة عاشها الوسط الأدبي والثقافي والفني مؤخرا. افتقد الوسط الأدبي والثقافي الأستاذ الدكتور عبد الله باكدادة، الكاتب والشاعر ونائب وزير الثقافة، قبل أيام تلاه مباشرة الروائي اليمني الكبير الأستاذ وليد دماج، واليوم فجع الوسط الثقافي أيضا برحيل الأستاذ صابر الرقيمي رحمة الله تغشاهم. مشاهدي الأعزاء، كما كنت قد وعدتكم قبل حين، وأنا أتحدث عن ضيف استثنائي في حلقة هذا الأسبوع لنجم صغير يخطو بخطوات واثقة نحو سلم العلا منذ سن مبكر، وأصبح يجوب مسارح دار الأوبرا هنا وهناك، وحصل على دروع أو عدد من الدروع. الفنان الواعد والفنان الجميل هشام اليمني، الذي يعد سفيرا للبرلمان الدولي للطفولة العالمية، ونجم لأحد البرامج المسابقاتية الموسيقية التي ظهرت قبل حين، وهو برنامج ذا فويس، حيث سطع نجمه آنذاك، وعضو فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية، وأول فنان عربي يغني في 3 مسارح بدار الأوبرا المصرية، آخرها في الإسكندرية قبل أيام، وأول فنان يكرم بدرعين، درع من المعهد العالي للموسيقى العربية ودرع من دار الأوبرا المصرية مركز تنمية المواهب، وأول فنان عربي يغني أغنية ويترجمها بلغة الإشارة للصم والبكم. وللحديث بقية مع ضيفي هشام اليمني الذي أرحب به في حلقتنا هذه. مرحبا هشام. أهلا وسهلا هشام. أنت صغير وأنا كم جالس لي أقرأ من أول عمك. حبيبي هشام، من يعني دعني أبدأ من مشاركتك الأخيرة في الإسكندرية. طبيعة المشاركة خاصة وأن الطفل اليمني لا يتجاوز عمره 8 سنوات، 10 11 سنة. ما شاء الله 11 سنة وكل هذه الألقاب توجت بها، يعني ننتظر الكثير. ماذا عن قصة المشاركة مع دار الأوبرا في الإسكندرية؟ سنتحدث عن السابقة. نعم. ولا على حفلات الكمان؟ هنتكلم عنها. اللي في الإسكندرية الحمد لله أول يمني أو عربي استدعوني من اليمن لداخل مصر في القاهرة في حفل في الإسكندرية عشان أشارك في هذا الحفل، والحمد لله توفقنا فيه، وكمان إن شاء الله عد معي حفلات ثانية. في معايا حفلة في تاريخ 9/9/2022 مع الإيقاعي الكبير سعيد الأرتست، والحمد لله إن شاء الله كمان باقي حفلات في مسرح الجمهورية في دار الأوبرا، في عدة مسارح إن شاء الله بتكون حفلة. جميل، لكن ليش هشام اليمني بالذات؟ يعني هنا لك أصوات جميلة، يعني يعني هشام ليش برم الكل وطلع هو لوحده؟ سبحان الله. يعني ربما صوتك الأخذ أخذهم ابتداء من برنامج The Voice وفي إحدى الحلقات. طبعا مشاهدين الأعزاء، قبل أن نتحدث عن الإسكندرية نتحدث عن أول تجربة من برنامج The Voice للفنان الجميل هشام اليمني، وعن أولى مشاركاته هناك، وكيف استقبله الجمع، وكيف استقبله الفنانون، وكيف كان حضوره آنذاك. إذا كانت جاهزة الزملاء في الاستوديو. نعم، إذا كانت جاهزة أرجو تجهيزها حتى نتحدث عن تجربة هشام أيضا. هشام في ذا فويس، يعني ربما كانت أول مشاركة عربية لك، كيف كانت، كيف دخلت هذه المسابقة؟ عادي، قدمنا ذا فويس كيدز من صنعاء من اليمن، قدمنا لها والحمد لله قبلوني وجابوني إلى مصر عشان أعمل تجارب الكاستينج، والحمد لله كمان قبلوني في الكاستينج. شاركوا معك يمنيين؟ اي شاركوا معي يمنيين وقبلوا بعض اليمنيين وانا من ضمنهم، والحمد لله دخلت لعند الفنانين والحمد لله الفولية الثلاثة، ودخلت في فريق نانسي والحمد لله تأهلت للمرحلة الثانية، وتأهلت من المرحلة الثانية للأخيرة.
ما شاء الله، يعني اللف والدوران هذا كان أجمل يوم بحياتك لما لفت. خلينا نتابع مشاهدي الأعزاء تقرير سابق يرصد بعض اللحظات الجميلة التي رصدها لنا زميل محمد الراعي في أحد التقارير السابقة، وأعود لاستئناف هذا اللقاء. نعيش غريب عنك تملي ولن تداري. في اللحظة الأولى لسماع الطفل هشام مباشرة وبدون مقدمات يأسرك صوته ويضعك بين خانة الذكريات حنينا للماضي والعودة إلى الزمن الجميل. إيقاعات الموسيقى مصحوبة ببحة صوته المتميزة وإحساسه المرهف تأخذك نحو الفضاء الخارجي لتتذوق فنًا موسيقيًا بإحساس طفولي عالي وصوت يمني يشيد به الجميع. دعت وتألقت، ونتمنى لك التوفيق والنجاح في مسيرتك الفنية. تألقت في ظهورك لأول مرة على المسرح. نشأ هشام في بيئة فنية حيث أن شقيقه الأكبر فنانًا وموسيقي أيضًا. من أشمع الحب هذا لتبدأ مسيرته الفنية من مسرح برنامج The Voice Kids، البرنامج الأكثر مشاهدة في الوطن العربي، ويحضر هشام كأصغر مشارك في البرنامج ليبدي كبار الفنانين العرب إعجابهم بموهبته وأدائه الفني حتى تأهل إلى مرحلة الصوت وبس. عايزين نتعرف. شو اسمك؟ نتعرف عليك. ولا كلمة. شو اسمك؟ اسمي هشام اليمني، عمري 7 سنين، من اليمن. الله عليك. أهلا. الله عليك وعلى حلاوتك هشام. هشام. أنت بجد؟ هو أنت بجد ولا يعني ما شاء الله لذيذ. بعدها مباشرة اتجه هشام ووالده لإنتاج مجموعة من الأغاني المختلفة في اللحن واللهجة. هشام يغني بألوان مختلفة ما بين الخليجي والمصري واللبناني والعراقي، وكذلك يشارك مع الفنانين اليمنيين الكبار. بحق الحب والله اني اهاني، بحق الحب والله اني اهاني، قدك ما هكذا تشتي جروحي. تم تعيين هشام سفيراً في البرلمان الدولي للطفولة العالمية، ومؤخراً شارك في حفل دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية على مسرح سيد درويش في الحفل السنوي لأم كلثوم للموسيقى العربية، حيث كانت له إطلالة مختلفة خطف فيها القلوب قبل الأبصار. اليوم رافقنا هشام في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة على المسرح الصغير بمشاركة جديدة، لكن هذه المرة مع مجموعة كبيرة من الأطفال المصريين في حفل مركز تنمية المواهب المصرية، ليكون هشام هو الجنسية اليمنية العربية الوحيدة. ضم إلينا اليوم ضيف من اليمن الشقيق. Thank you.
هشام اليمني موهبة فنية جديدة تتخطى نطاق الجغرافي اليمني بسرعة الصوت، رغم سنه الصغير إلا أن هذا الطفل المعجزة كما يصفه البعض يقدم الفن بطريقة تفوق عمره الأصلي الذي لا يتجاوز 10 سنوات. هشام ومثله الكثير من بلد منهك سياسيا اقتصاديا تعليميا إلى أكبر المسارح العربية ليمثل اليمن خير تمثيل. بالرايح يقول لي الجاي شوي شوي غني لي غني وخذ عيناي، من أجمل الأغاني التي كنت أعشقها طفلا وأداها بشكل جميل طفلنا الرائع وفناننا الرائع هشام اليمني. هشام نحن نتحدث عن The Voice. The Voice أنت كان معك حمائي وكان معك عاصي ونانسي. ليش اخترت نانسي بالذات؟ بيني وبينك لأنها طلعت لفوق المسرح ترجيني أني اختارها، بعدين يعني مثلا جلسة تترجاني اختاره، بعدين اقول حماية خلاص يعني. انت كنت راسم شخص معين مثلا في البداية؟ اي يعني كان عاصي صوته جبلي. اي لا انا كنت اشتي حماقي او نانسي، واحد من هذول الاثنين بس. يعني عاصي شلته؟ اي. ليش؟ لانه طبقة صوته ما تناسبكش؟ لا مش على الطبقة يعني انا ما املش كثير للجبلي يعني هذول النانسي وحماقي انا يعني أميل لهم أغانيهم بشكل الجديد هذا. لا في مواقف طريفة حصلت معكم في الكواليس مثلا؟ لا والله لا. ما تذكرش أي موقف هكذا طريف مضحك محرج لك؟ لا محرج لا ما فيش حتى لو في مش تقول لنا أكيد. لا والله. طبعا في أغاني الكثير اليوم من الفنانين نستمع إليهم وهم يقلدون أصواتا يرددون أغاني لفنانين آخرين، لكن ما نسمعه اليوم عن هشام اليمني وهذه خطوة إيجابية تحسب له بأنه يغني لنفسه ويلحن لنفسه، صح؟ ماذا غنيت لك وماذا طبعا من يكتب لك؟ إيه؟ من يكتب لك في البداية؟ في شعراء معينين؟ في عدة شعراء بس أكثر شاعر يعني بيعمل بيجيب الأغاني هو الأستاذ قتيبة الصلاحي يعني عمل لي أكثر من شعر غنيته ونزل من ألحاني. أنت تلحن يعني عندما تستمع إلى أغاني طربية كبيرة مثلاً؟ لأنه أنا أعرف الممثلين الفنانين الكبار ابتداء من بلغ حمدي ومروراً بالآخرين يعني يستخلصون تجاربهم الغنائية من أغاني سابقة. لا لكن أنت لا تستمع إلى أغاني فقط، تحاول أنت تلحن. لنستمع للنموذج إذا من أغانيك. أول بنبدأ بالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنشودة من ألحاني. جميل. بمناسبة قدوم المولد النبوي. جميل تفضل. صلاة الله على أحمد المصطفى محمد الهادي الممجد صلوا عليه سرمد. صلاة الله على أحمد المصطفى محمد الهادي الممجد صلوا عليه سرمد. شفيع الخلق اجمع الصادق المشفع، شفيع الخلق اجمع الصادق المشفع، قلبي وعيني تدمع بذكر الهادي أحمد، قلبي وعيني تدمع بذكر الهادي أحمد، بذكر الهادي أحمد. الله الله عليه الصلاة والسلام. جميل. هذه من ألحانك ما تحتاج لكورال؟ لا. طيب ماذا عن الأغاني؟ الأغاني في تفاصيل صغيرة جدا يعني مش عارف كيف يسموها بالسلالة الموسيقية إنه هذه اسمها كذا والتفاصيل الموسيقية تسمى كذا، مش عارف طبعا. بس هل أنت راعيت كل هذه الأمور في ألحانك؟ إيه. كيف؟ يعني كذا لازم أول شيء توزن اللحن، تكون له وزن وكل حاجة وتوزنه على الكلمات. يعني مثلا لو غنيت اللحن بدون وزن الكلمات ما يطلعش لحن حلو.
وإذا قلت الكلمة مع لحن ما يطلعش حلو كمان. يلا اختر لنا أغنية. قبل أن يجهز لنا الإخوة أغنية من ألحان هشام اليمني وتم تسجيلها وإنتاجها. طبعا بقول أغنية من كلمات وألحان الفنان فؤاد العمري، أغنيتي جديدة. مكتفي واللي أحب صار مني مكتفي، هذا أكيد يا عناد وعلمو للوفاء، كم كنت أظنه للأسف إنه وفي، واليوم بعيد ما جرى في سلو، لا عد سلام لا عد كلام، ايش الحكاية كلموه وين الغرام والاحترام، ما جرى في سلو صار مكتفي. نوه بانها من كلمات والحان الفنان الكبير فؤاد العمري. يا سلام، بس انا شبك تتقن البيانو بشكل جميل، درست بيانو ودرست موسيقى؟ اي الان قد بندرس بيانو والحمد لله. يعني بادئين يعني الحمد لله. نعم. يا شيء اسالك سؤال شخصي يا هشام، ابوك يغني؟ لا. واحد من الاسره كان فنان؟ اي عمي الفنان صبحي اليمني، احلى تحيه مني انا للسعوديه. لا يعني صوته جميل وكذا صح؟ ايه. يعني انت جيت على عمك مش على ابوك. لا. بس ابوك خير من ادار اعمالك يعني. ماذا عن تشجيع الاهل الوالد الوالده؟ والله يعني هم اللي طلعوني وكذا بتشجيعهم، ويعني طلعوني وشجعوني وكانوا يعني والاصدقاء والاهل وكلهم كانوا يشجعوني عشان اوصل لهذه المرحله. طيب مثلا لما تكون لوحدك مثلا بالغرفه وتغني حق حبي ياهي اللي انت جاي، يقول لك اصاه ما قد قال لك كذا ولا يوم ولا يصح اصاه يا جني ولا. طبعا مشاهدينا الاعزاء يسعدني ان يكون بمعيتي ايضا للحديث حول تجربه هشام وحول دعم هشام والد هشام اليمني اسماعيل اليمني. استاذ اسماعيل مساء الخير. الله يعافيك استاذ اسماعيل، اولا تهانينا من الاعماق على هذه الانجازات الكبيره التي يقدمها طفل صغير كبير في خطواته كما اشرنا هشام اليمني. يعني ربما اسماعيل اريد ان اسالك فيما يتعلق بالدعم، سواء كان دعم الاسره اولا لهشام ونهايه بدعم الجهات المختصه لهشام في هذه المسيره كونه يمثل بلده في اكثر من محفل وبجهود شخصيه. اولا اقول لكم مساء الخير لقناه اليمن اليوم، لك الاستاذ عزيز عيسى مساء والساده المشاهدين. طبعا يا هشومي مساء الخير يا حبيب قلبي. مساء النور. طبعا من ناحيه الانجازات التي عملناها هنا، الحمد لله هشام عمل انجازات يمكن تاريخيه في تاريخ الفن اليمني. هو يعتبر أول فنان على مستوى الوطن العربي يغني في 4 مسارح في دار الأوبرا المصرية، وهو عضو فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية، وهو أول فنان يتم تكريمه بدرعين من المعهد العالي للموسيقى العربية ومن أكاديمية الفنون ومن دار الأوبرا المصرية كمان، مركز تنمية المواهب. طبعا هشام الحمد لله بيلحن والآن في خطوة جديدة، في معنا أغاني كثيرة ومن ضمنها الأغنية التي شفتوها قبل شوية التي هي مكتفي. وطبعا مشاركتنا هي دائما هي ايش اقول لك، هي العائق الحقيقي للوصول الى ما الذي نشتي نوصل له. احنا نشتي نوصل الى العالمية، بس الحمد لله نقول احنا الذي بندعم نفسنا بنفسنا، ما اعتقدش انه احد بيدعمنا، ولا المفروض انه يدعموا الموهبه زي ما هشام. طفل صغير عمره الان 12 سنه وبيمثل اليمن، بيمثل
الجمهورية اليمنية في كل المحافل، وفي معها الرصيد الكبير من الأغاني، من الكلمات، من الألحان، من الكليبات التي نزلت أغنية للمنتخب الوطني. طبعا لأنه بيغني بكرة بيكون مباراة المنتخب الوطني إن شاء الله أنه يفوز للناشئين. طبعا من ألحان هشام في معانا أكثر من 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 أغنية جديدة قادمة، في معانا الآن أكثر من 3 مشاركات بتكون في دار الأبراء المصرية في سيد درويش للمرة الثانية في التاريخ. يا سلام. إنه هشام بيوقف في مسرح سيد درويش مع الأستاذ الكبير سعيد الأرتست. نعم. اللي قاعد العالمي، وكمان معانا حفل في 16/9 في مسرح الجمهورية في دار الأبراء المصرية، وكمان في معانا في مكتبة القاهرة. يعني في حاجات كثيرة احنا جالسين نشتغل عليها. إذا نتحدث عن أمور جبارة فيما يتعلق بهذه المسيرة والعطاء الجميل من طفل صغير وبجهود ذاتية كما أشرت. لكن أستاذ إسماعيل، نتحدث اليوم عن وزارة الثقافة، نتحدث عن مركز ثقافي يمني في مصر، نتحدث عن ملحقية ثقافية في السفارة. هل تعاون أحدهم معكم وتم احتواء هشام أو ذلل له بعض الصعوبات؟ وما هي الرسالة التي تم توجيهها بذلك؟ والله يا أستاذ عيسى، ولا حد الآن على ما أعتقد أنه ما فيش الدعم الحقيقي الذي نسميه احنا دعم كدعم. هشام من أول ما طلعنا في برنامج The Voice Kids ولا حد الآن وإحنا بندعم نفسنا الا ما رحم ربي في حاجات بسيطه ما تسماش انها تسمى بالدعم الذي احنا نتمناه. هشام بيمثل 30 مليون يمني. هشام ما اعتقد هو الطفل الوحيد الذي غنى اغنيه في الوطن العربي، غنى اغنيه وترجمها بلغه الصم والبكم بلغه الاشاره. هذه ما قد فيش طفل غنها. جميل. هشام بيغني في دار أبرة، بيغني طربي، بيغني خليجي، بيغني مصري، في مع أغاني ترندات، بيغني مع أكبر الفنانين اليمنيين الموجودين في الساحة. الترند هذا هو محور القادم. أغنية غنى الأغنية للأستاذ الكبير أحمد فتحي سنستمع إليها بعد قليل لكي لا نأكل الجو ونأخذه ونسرقه من هشام. أشكرك جزيل الشكر أستاذ إسماعيل على كل هذه الإيضاحات التي أوضحتها للمشاهد الكريم، والد الطفل الموهبة والفنان الجميل هشام اليمني. شكرا جزيلا لك هشام. أنت تمثل 30 مليون يمني كما قال أبوك. بالفعل ربما شكى من بعض التعاملات وبعض عدم التعاون فيما يتعلق بالجانب الرسمي تجاهك، لكن هذا الهم والهرم هذا خليها عليه. تمام، أنت واصل مشوارك. نتمنى لك التوفيق في مسيرتك القادمة على خشبات مسرح دار الأوبرا والمسرح الجمهورية التي ذكرها قبل قليل. هنا تحدث قبل قليل عن ترند، وهنالك أغاني ترند، ماذا عنها؟ في معايا الآن ترند لأغنية محمد الحماقي، أغنية ما بلاش هذه ضربة في كل العالم العربي والحمد لله. وكمان معايا أغنية وحشتني وانت مش فارق معك، مشهورة في الخليج وفي اليمن وفي كل الأماكن، وأغنية في قربك أوجاع، وأغنية يا شاكي الهم أنا شابه. جميل، اختر لنا واحدة منها نسمع بصوتك الآن. أغني لك أغنية ما بلاش لمن الحمائي. محمد يلا نسمع عشان الأخوة المصريين كذا ما يقولوش نشغلهم فقط باليمني بس. ما بلاش تغيب عنا تاني، ما بلاش يا سايب أراضينا، ما بلاش تغيب عنا تاني، ما بلاش. قولي مين هيملى في يوم مكانك، قولي مين يعوضني حنانك، قولي مين في حزني قولي مالك، قولي مين قولي مين 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 تغيب عنا تاني ما بلاش.
مرحبا بكم من جديد. طبعا هذه في احدى الحفلات المكلة صح يا هشام؟ حفلات المكلة في الخور في الشحر فين؟ لا في المكلة في المكلة. مهرجان البلدة؟ لا مهرجان خاص بهشام. جميل. غنينا تراث الطرب، ايضا نتحدث عن اجمل الالوان اليمنية. ربما هنالك الفن التهامي اللي غنى له ايوب طارش وكتب بعض الكلمات حول هذا الفن الجميل أحمد سليمان، أيضا الشاعر اليمني الكبير حسن الشرفي وعلي عبد الرحمن جحاف. ألم تطرق هذا الباب يوما ما؟ إلا إيش من الأغنية؟ جميل هذا التنوع. أغنية ووجون أوجون، أغنية تهامية واشتهرت. هذا اسم إنجليزي أوجون. او ماي جاد. وجون. طيب نستمع لها. وحب ما بيستأبنه ديمي من مصفر بالي، وش العقل الذي غفر حبه هنا وسط بالي هنا، لا متلي فم قرية تروح الكويت بحلولي، لا شيت مدت بطولي لا تقابلن بحسنية ذا الليل لا تسد وليتي، لا قوم شسري وشاطر هل انقنحتي ومرياش، انت قضى كم لحيه وانا قضي ابن عباس، كان مما يغالي اربع بقى اشتمت الانكاس، هلي جا 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 انا يا انا هنا يا جني اروحيلي ما مقاش في دي شبيلي، ديريك يا قابلة لي ديري على بحر قابر بوزي مقدح وغرفيلي، هلي جا 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 انا يا انا. الله الله. Thank you.
من أجمل الألوان التراثية والموروثات الشفهية التي تزخر بها بلادنا. أينما اتجهت أو يممت وجهك ثمة لون يتحدث وثمة جمال يعرف عن شخصيته بفنه بحرفه بلهجته. من الحديدة مباشرة إلى تعز هنالك ما يعرف بالملالة، صح؟ ملالة تعزية. وجربت هذا الموضوع كمان؟ إيه. وين شفت نفسك؟ بالصنعاني، بالتعزي، باللحجي، فين شفت نفسك؟ المايل أكثر أنا للصنعاني. الصنعاني؟ إيه الصنعاني. ليش الصنعاني؟ في اللهجة الحمينية التي تقارب بين الفصحى وكذا يفهمها إيه. الآخر، صح؟ إيه. أما أولا أنا أسمعك وأنت تتكلم عن الحديدة وما فهمت ولا حاجة. أقول شيء ترجمه وأقول أنا أعتقد أن هنالك مشكلة ما أترجم بعد. إيش رأيك نسمع الملالة؟ إيه نسمع. يلا. مرحبا بكم من جديد، ولا زلنا نحلق في سماع هذا الصوت الجميل والمتلون والمتنوع الذي يتحفنا به ويتحفنا دائما فناننا الجميل هشام اليمني. هشام، دعنا نحلق الآن من سماء اليمن إلى أجواء أخرى، أغاني طربية تقوم باختيارها. إذا قلت لك بأن تسمع المشاهد أغنية طربية تختارها لفنان ما؟ أكيد أسمعهم أغنية لمحمد فوزي. تفضل. تملي في قلبي يا حبيبي وانا عايش غريب عنك، تملي ولا انت داريبي وانا بشكي اليك منك، تملي في قلبي يا حبيبي وانا عايش غريب عنك، تملي ولا انت داريبي وانا بشكي لك منك، انا بشكي لك منك يا حبيبي. الله الله الله، جميل 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 جدا. وأم كلثوم، طبعا أنا من عشاق أم كلثوم. أنت أحببت أم كلثوم عندما استمعت إلى شيماء أم لسماعك مباشرة لأم كلثوم؟ سماعي لأم كلثوم، يعني حبيتها قبل ما تحب شيماء، لأنه كثير من حبوا أم كلثوم ما كانوا يسمعوا أم كلثوم إلا لما سمعوا شيماء والتوزيع الموسيقي الجميل. حفظت لأم كلثوم قبل أن تلتحق بفرقتها الموسيقية وما تحمل هذا الاسم؟ بأغنية حبيبي حبي إيه اللي أنت جيك تقول علوه أنت عارف بس معنى الحب مو. نسلم على هشام. حبي إيه اللي أنت جاي تقول عليه، أنت عارف قبل معنى الحب إيه، حبي إيه اللي أنت جاي تقول عليه،
انت عارف قبل معنى الحب ايه لما تتكلم عليه لما تتكلم عليه حبي 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 اللي انت جاي تقول عليه. الله، جميل جميل جدا. مشاهدي الاعزاء، صدح كثيرا في اكثر من مسرح لدار الاوبرا سواء في القاهره أو في الإسكندرية، والبقية تأتي بطبيعة الحال. لنشاهد هذا المقطع من إحدى مشاركات فناننا الجميل والبديع هشام اليمني في خشبة أو على خشبة مسرح الإسكندرية أو مكتبة الإسكندرية، وهي المشاركة الأخيرة التي شارك فيها والتي كانت سببا في استماعي معه اليوم في هذه الحلقة الخاصة. ابقوا معنا. غني لي شوي شوي، هذه طبعا من احدى اغاني ام كلثوم في احد الافلام. تابعت هذا الفيلم ولا تابعت الاغنيه بس؟ الاغنيه بس. ما انت ما عندكش وقت. فيلم طويل، خذ زي سنة يا سنسون، اصبحت اغنيه وهي ماخوذه من فيلم، وايضا محمد عبد الوهاب يخوفي بعده ليطول. اجمل الاغاني دائما ما نستمع اليها هي تلك المقتصه من بعض الافلام. تحدث اباك او ابوك قبل قليل عن تجربتك مع أحمد فتحي، عن لقائكم مع بعض، لكن اليوم نتحدث عن هشام ذي 12 سنة. هو يدرس بطبيعة الحال، هشام يدرس. كيف توفق ما بين الدراسة وما بين عملك الفني، وألا تنوي الالتحاق بمدرسة أكاديمية خاصة تؤهلك فنيا كما التحق أقرانك من قبل؟ والله المدرسة والموسيقى وال حفظ الأغاني والحفلات كلها له وقته. يعني مثلا الآن خلصت المدرسة، أروح البيت أتحفظ أغاني، أول شيء أكتب واجبات، بعدين أتحفظ الأغاني، بعدين نبدأ الحياة. الحياة الفنية والحياة. أي صعب، حفظ المقرر ولا حفظ الأغاني يا هشام؟ حفظ الأغاني. حفظ الأغاني سهل. إذن هذه دعوة لرؤساء أو عفوا لمديرك في المدرسة وأساتذتك، كل ما هو مقرر حفظ الهشام يكون دراسة بس. تدلعين. طبعا تلك من روائع الفنان الكبير أحمد فتحي والتي شاركها مع كثير من الشباب والفنانين المبدعين الذين قام باختيارهم بعناية، وكان هشام اليمني أحدهم. هشام، ربما لا يوجد فنان يمني إلا ويشارك شعبه أفراحه وأتراحه. ربما في الآونة الأخيرة كان للمنتخبين، منتخب الناشئين ومنتخب الشباب، حضور بارز. كلاهما تحدى الصعاب، تحدى الظروف الاجتماعية وظروف الحرب والصراعات، واستطاع أن يسجل حضوره بشكل قوي في الأوساط العربية التي تحفل بدوريات وكذا. ما نحبش نأخذ بالتفاصيل. هنالك ابتسامة رسمت على شفاه الكثير من 30 مليون يمني. هشام، هل حاول يترجم هذه الأفراح من خلال أغنية معينة، رسالة معينة؟ ايه. جميل. لمنتخب الناشئين ولا الشباب؟ لأغنية الناشئين. أنا الشباب بهذلوا، أنا اهتزموا صح؟ لما فازوا بكأس غرب آسيا
عملت لهم أغنية، والحمد لله الأغنية تجهزت، اللحن والكلمات والتوزيع خلال يومين أو يوم. جميل. ويوم صورنا فيه مع المنتخب، والحمد لله كانوا حبوبين، والحمد لله كان موجود الأستاذ أحمد العيسي، والحمد لله الحمد لله تمام، كل شيء تمام كان. جميل. طبعا لماذا نوهنا ولماذا تحدثنا عن المنتخب؟ لأن منتخبنا الثلاثاء، أنا اليوم أقول غدا لأن اليوم مباشر وغدا سوف تعاد، في 23 من شهر أغسطس الجاري سوف تنطلق وتدشن أولى مبارياته في الجزائر لكأس العرب للناشئين، والتي من خلالها نتمنى لمنتخبنا التوفيق والنجاح. أترككم مع هذه الهدية التي قدمها هشام للمنتخب قبل أن أختتم معه بمحطات أخرى. نتابع. مرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء الى المحطه الاخيره، ربما الوقت يداهمنا كما يشير المخرج هشام. ماذا عن عملك الاخير في عقي صنعاء، عقي تعز، مش عارف ايش القصه يعني، ماذا عن هذا العمل عفوا؟ كيف اخر عمل لك الان تشتغل عليه؟ اشتغل عليه في اغنيه لتعز. ايش اسمها؟ يا غذاء الروح يا عشقي تعز. ان شاء الله الان الراعي بيجي ان شاء الله، بندور راعي، والحمد لله الاغنيه سجلناها ووزعناها وجبنا الكلمات، والحمد لله من كلمات والحان الاستاذ من الحان الاستاذ وهيبه الابيض. جميل. ايه؟ اذا ليس هنالك راع لها حتى الان. لا صح. لا. إذا مشاهدي الأعزاء، وهذه رسالة أيضا نوجهها إلى ذوي الشأن والاختصاص، يكفي هشام ما قام به من جهود ذاتية لكي يصل إلى دار الأوبرا في القاهرة وإلى دار الأوبرا في الإسكندرية وإلى مشاركات أخرى يمثل من خلالها اليمن. عن أغانيه الصغيرة والتي يحاول أن ينتجها، لابد أن تتعاونوا معه، وهذه دعوة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أزف وقتنا مشاهدينا الأعزاء، واللقاء كان ذا شجون مع الفنان الجميل هشام اليمني. هشام، كلمة أخيرة تقولها. والله أول حاجة أشتي أوجه أحلى تحية للأستاذي ومعلمي الفنان الكبير أحمد فتحي، وأوجه أحلى تحية لكل أصدقائي وأحبابي وكل عائلتي، وأحلى تحية لأبي الممثل الفنان الكبير إسماعيل اليمني، وأحلى تحية لعمي الفنان صبحي اليمني، وعمي الكابتن بشير اليمني، وأخي الفنان عزيز اليمني. أنا ركبتني متر. وأحلى تحية. لا خلاص أنا خلاص. مشاهدي الأعزاء، شكرا لكم إذا على حسن الإصغاء والمتابعة. ثمة حلقة أخرى وضيف آخر، نتمنى لهشام التوفيق في مسيرته الفنية، ونتمنى أن يلتحق بأقرب فرصة أو في أقرب فرصة في معهد للفنون تحت رعاية أحدهم كما التحق الذين من قبله. شكرا لكم على حسن الإصغاء، شكرا لضيفي مرة أخرى هشام اليمني. أهلا وسهلا حبيبي. إلى اللقاء.